بسم الله. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم. أقدم لكم في هذا الدرس Unity 1، الوحدة الأولى، Le Club des Sportifs، نادي الرياضيين، والدرس الأول Dire quel sport on fait، نذكر الرياضة التي تمارسها، ومعكم Monsieur جمال عسكر. أعزائي، ماذا سوف نتعلم في هذا الدرس؟ Découvrir les noms du sport. نتعرف على ونكتشف أسماء الرياضات. Découvrir les mots du sport. نتعرف ونكتشف الكلمات الخاصة بالرياضة. نستخدم verb faire مع أدوات التجزئة إذا أردنا أن نتحدث عن الرياضة. نتعرف كذلك على verb jouer يلعب مع الأدوات المركبة إذا أردنا أن نتحدث عن الألعاب والرياضات. تعالوا ناخذ مثال لجملة تتحدث عن الرياضة. Tu fais de la gym? Non, je fais du yoga. المعنى هنا في هذه الجملة Tu fais de la gym؟ هل تمارس رياضة الألعاب البدنية أو الجمباز؟ والإجابة Non, je fais du yoga. أنا أمارس رياضة اليوغا. لاحظ أننا استخدمنا verb faire يمارس واستخدمنا كلمة جيمناستيك وهي الرياضة البدنية واختصارها الكلمة لا جيم. أعزائي تعالوا نتعرف على أول أفكار الدرس وهي ليمون دي سبور، الكلمات الخاصة بالرياضة. أن سبورتيف رياضي، أن سبورتيف رياضية. لاحظ الكلمة سبورتيف المذكر تنتهي بالإف وسبورتيف المؤنث تنتهي بفي أ. رياضي أو رياضية. طب لو حبينا نضيفهم في جملة هنقول براتيك يمارس أو في يمارس أيضا أن سبور رياضة. الرياضي براتيك يمارس أو في أن سبور أو يمارس رياضة. أن جوور لاعب، إن جوز لاعبة. لاحظ الكلمة المذكر تنتهي بالمقطع أور والمؤنث تنتهي بأز. أن جوور de volley أي لاعب كرة طائرة أو une joueuse de tennis un champion بطل une champion بطلة بطل والبطلة أي كي غاني أي التي تكسب تكسب المباراة مثلا un champion une champion un arbitre حكم كي كونت لي بوين أي الذي يحسب أو يحصي النقاط اي سيرفي ويراقب اللاعبين ان سبورتيف ان سبورتيف ان جوور ان جوز ان شامبيون ان شامبيون ان اربيتر ان ايكيب فريق ونضيفها في جملة هنقول لو سيبورتي المشجع encourage يشجع son équipe فريقه une équipe فريق un entraîneur مدرب une entraîneuse مدربة لو هنضيفها في جملة هنقول mais le plan de jeu يعني يضع خطة اللعب un entraîneur mais le plan de jeu les spectateurs أي المشاهدين suivent le match يتابعوا المباراة les spectateurs المشاهدين un gardien de but حارس المرمى une gardienne de but حارسة المرمى un gardien de but une gardienne de but la gym وهو اختصار الكلمة la gymnastique أي رياضة الألعاب البدنية أو الجمباز جيم جيمناستيك أما الكلمة لو جيمناز وهي صالة الألعاب ليس لها اختصار مثل
الكلمة لا جيمناستيك. من الأماكن المتعلقة بالرياضة أيضا إن بيست دوت ليتيسم أي مضمار ألعاب القوى. إن بيست دوت ليتيسم. إن بيست دو سكي منحدر التزلج. إن بيست دو سكي. إن بيست سيكلابل أي طريق الدراجات أو ممشى الدراجات. لا جيمناستيك. Le gymnase, une piste d'athlétisme, une piste de ski, une piste cyclable. من الكلمات الدالة أيضا على الرياضة un cours de tennis, أي أرض ملعب رياضة التنس. والتنس يلعب avec un filet, مع شبكة أو عن طريق شبكة أو المعدات التي نستخدمها. Un filet, un terrain de foot, أرض ملعب كرة القدم. ومن المعدات التي نستخدمها avec des buts, مع مرمى خاص بكرة القدم. Un terrain de foot, un terrain de basket, أرض ملعب كرة السلة avec des paniers, مع سلة أو المعدة التي نستخدمها للرياضة هي بانيي سلة. Un terrain de volley أي أرض ملعب كرة الطائرة avec un filet مع شبكة مثل رياضة le tennis. من الكلمات الدالة أيضا على الرياضة remporter la victoire أي يفوز بالانتصار أو يحوز الانتصار أو gagner يكسب. Remporter la victoire, gagner. ممكن نقول remporter un match أي يفوز بالمباراة أو gagner un match يفوز بالمباراة. S'entraîner, يتدرب. Faire de la compétition أي يقوم بالتنافس. S'entraîner, يتدرب. Faire de la compétition أي يخوض مباريات أو يقوم بالتنافس. Disputer أو faire un match أي يتنافس على مباراة أو يتنافس في مباراة. مثال Disputer un match de football نافس على مباراة كرة القدم. Perdre un match يخسر مباراة. Marquer un but يحرز هدف. Marquer un but. Suivre, يتابع أو regarder, يشاهد un match, مباراة. Suivre, regarder un match. أعزائي بعد أن تعرفنا على الكلمات الخاصة بالرياضة تعالوا نتعرف على les noms du sport, أسماء الرياضات. هنتكلم أولا عن أنواع الرياضات. هنقول C'est un sport, إنها رياضة. كوليكتيف جماعية. انديفيديوال فردية. اكستريم عنيفة. كوليكتيف انديفيديوال اكستريم. كلاسيك أي رياضة تقليدية. نوتيك رياضة مائية. دانجيرو رياضة خطرة للمذكر ودانجيروز خطرة للمؤنث. يوتيل مفيد أو مفيدة. فيولون عنيف. فيولونت عنيفة. يبقى ممكن نتعرف على أنواع الرياضات باستخدام هذه الصفات. تعالوا نتعرف على لسبور كوليكتيف الرياضات الجماعية. عندنا لو فوتبول كرة القدم. ممكن نقول لو فوت أو لو فوتبول. لو فولي كرة الطائرة أو لو فولي بول. لو أوند كرة اليد أو لو أوند بول. سون دي جو دو بالون هذه هي ألعاب نستخدم فيها بالون أي الكرة الكبيرة. هذه الألعاب أوني جو أوني كيب نلعب هذه الألعاب من خلال فريق وكلمة إكيب كلمة مؤنثة. On peut les pratiquer ممكن نمارسها أي هذه الألعاب
en salle في قاعة نطلق عليها جيمناز أي صالة ألعاب dans un gymnase في صالة ألعاب ou en extérieur أو نمارسها في الخارج sur un stade على أرض الملعب ou sur un terrain de sport أو على أرض الملعب الذي نمارس فيه الرياضة. بالنسبة للمعدات التي نستخدمها لممارسة الرياضة il y a un filet يوجد شبكة ou des paniers أو سلال أو سلة pour le basket لرياضة كرة السلة. il y a des buts يوجد مرمى sur les terrains على أرض الملعب الخاص بكرة القدم أو de handball أو كرة اليد. les sports individuels الرياضات الفردية individuel on fait de la gymnastique نمارس رياضة الألعاب البدنية on fait du vélo نمارس رياضة ركوب الدراجات أو du VTT و VTT هو اختصار vélo tout terrain أي ركوب الدراجات في الأماكن الوعرة ونستخدم هذا الاختصار VTT يبقى عندنا vélo وعندنا VTT on joue au tennis نلعب التنس sur un court على أرض ملعب التنس كما ذكرنا on joue au golf نلعب رياضة الجولف sur un terrain de golf على أرض ملعب الجولف on fait de la marche نمارس رياضة المشي ou de la randonnée sur un chemin أو رياضة randonnée أي التنزه على الطريق la marche la randonnée ممكن نمارس رياضة la marche أو la randonnée على chemin طريق sentier درب أو طريق à la campagne في الريف أو en montagne في الجبل لاحظ أن montagne كلمة مؤنثة و campagne كلمة مؤنثة on fait de la course يعني نمارس رياضة الجري أو on court و court هو فعل courir بمعنى يجري je ski أنا أتزلج أو on fait du ski يعني ممكن أقول je ski أو on fait du ski sur une piste على منحدر للتسلق en montagne في الجبل يبقى أنا عندي skier فعل يتزلج أو faire du ski يمارس التزلج on nage أي نسبح أو on fait de la natation نمارس رياضة السباحة فين dans une piscine في مسبح أو أو à la mer أو في البحر يبقى أنا عندي verb nager يسبح أو faire de la natation يعني نمارس السباحة on navigue نبحر أو on fait de la voile أو نمارس رياضة التزلج الشراعي على الماء sur على un lac بحيرة أو sur la mer أو على البحر لاحظ أننا في الجمل السابقة استخدمنا verb faire مع أدوات التجزئة مثل on fait du tennis نمارس التنس du golf الجولف de la natation نمارس السباحة de la voile التزلج المائي الشراعي de la marche المشي du ski التزلج على الجليد وكذلك استخدمنا verb آخر وهو jouer يلعب je joue au tennis ألعب التنس au golf ألعب الجولف و ce sont des jeux هذه هي ألعاب لاحظ الفرق بين الرياضات والألعاب نستخدم verb faire عادة مع الرياضات و verb jouer عادة مع الألعاب لجو عزيزي الطالب عندما نذكر فعل jouer فإننا نقول أنه يلعب لكن لو قلنا se jouer أصبح فعل ذو ضميرين بمعنى يلعب أي مبني
للمجهول كمعنى. كذلك فعل براتيكي يمارس إذا وضعنا قبله الضمير سو تحول إلى فعل ضميري بمعنى سو براتيكي يمارس. تعالوا نختبر بعض في هذه الجمل. سو سبور سو جو افيك ان بانيي. هذه الرياضة تمارس عن طريق استخدام سلة. يبقى رياضة برافو عليك لو باسكت كرة السلة. سو سبور هذه الرياضة سو جو تلعب افيك اون بال مع كرة صغيرة اي ان فيلي وشبكة. يبقى عندنا رياضة برافو عليك لو تينيس. سو سبور هذه الرياضة سو جو بتلعب ا 11 جوور بأحد أو 11 لاعب أو جووز لاعبة باغ إيكيب لكل فريق. يبقى احنا عندنا رياضة برافو عليك لو فوتبول كرة القدم. سو سبور هذه الرياضة سو براتيك تمارس دون لو في الماء. رياضة برافو لا ناتاسيون السباحة. سو سبور اكستريم هذه الرياضة العنيفة سو براتيك تمارس افيك دي غون مع الكلابزات او الجوانتي. يبقى هي لا بوكس الملاكمة. سو سبور هذه الرياضة سو جو تلعب على مان عن طريق اليد اي او بيي او عن طريق القدمين. يبقى رياضة الرجبي او رياضة الرجبي. لاحظ عزيزي الطالب اننا اذا استخدمنا المعدة الغير عاقل طبعا يبقى هنستخدم قبلها حرف الجر افيك. اما اذا استخدمنا جزء من اجزاء الجسم كوسيلة للعب الرياضة فاننا نستخدم حرف الجر ا ب أشكاله إذا أضغم فيصبح أو في الجمع وفي المؤنث ألا وفي المذكر أو. أما هنا فإننا استخدمنا حرف الجر دون بمعنى في أمام كلمة الماء أي نلعب هذه الرياضة داخل أو في الماء. يبقى عندنا للمعدات الغير عاقل أفيك لأجزاء الجسم أ بأشكالها المدغمة. أعزائي تعالوا بقى نلخص القاعدة الخاصة باستخدام الأفعال مع الرياضات المختلفة. Pour exprimer, لكي نعبر عن une activité, نشاط سبورتيف رياضي, on utilise, نستخدم ثلاث أنواع من الأفعال. Verbe faire, verbe jouer, والأفعال التالية براتيكي ايمي بريفيري ادوري. نستخدم مع فير أدوات التجزئة التالية ومع فيرب جوي الأدوات المركبة التالية. أما الأفعال براتيكي يمارس ايمي يحب بريفيري يفضل ادوري يعشق فنستخدم معهم المحددات المختلفة أمام الرياضات. تعالوا بينا نعرف القاعدة بالتفصيل. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي لكي نعبر عن النشاط الرياضي نستخدم en général بشكل عام verb faire يمارس. إذا استخدمنا verb faire قبل الرياضة يجب أن نستخدم أدوات التجزئة التالية du للمذكر دو لا للمؤنث دو ال ابوستروف امام حرف متحرك دي للجمع وفي النفي كل هذه الادوات تتحول الى حرف الجر دو. تعالوا ناخد مثال جو في دي اوكي. انا امارس رياضه الهوكي او العب الهوكي. الفي دي اوكي سور غلاس تمارس رياضه الهوكي على الجليد. لاحظ أننا استخدمنا verb faire وقبل اللعبة استخدمنا أداة التجزئة دي. هنا حرف الأش ليس حرف متحرك ولذا استخدمنا دي بدلا من دو
L'apostrophe. مثال آخر Je fais du tir à l'arc. نمارس أو أمارس رياضة رمي القوس. Tu fais de la natation. أنت تمارس رياضة السباحة. Tu fais de la pétanque. تمارس رياضة الكرة الحديدية. Tu fais de la course à pied. تمارس رياضة الجري. La natation. La pétanque. La course à pied. Il fait de l'équitation. يمارس الفروسية. De l'équitation. Nous faisons des échecs. نمارس لعبة الشطرنج. Des échecs. أعزائي تعالوا نستمع لهذا الشرح باللغة الفرنسية ثم نعلق على ما فهمناه. Faire plus du, de la, de et l'apostrophe, des. Ne pas faire de, des apostrophes. Pour parler de nos activités, on utilise le verbe faire. Faire plus du, de la, de et l'apostrophe, des, plus nom de l'activité. Je fais de la musique. Je ne fais pas de musique. De plus nom masculin. Je fais du théâtre. Je ne fais pas de théâtre. De plus nom féminin. Je fais de la natation. Je ne fais pas de natation. De plus nom commençant par une voyelle. Je fais de l'EPS. Je ne fais pas d'EPS. De plus nom pluriel. Je fais des activités. Je ne fais pas d'activités. عزيزي الطالب, ذكرنا منذ قليل أننا إذا استخدمنا verb faire مع الرياضات أو النشاط الرياضي يجب أن نستخدم أداة التجزئة المناسبة في الإثبات. أما في النفي فتتحول كل أدوات التجزئة إلى حرف الجر de أو de apostrophe. في هذه الأمثلة لاحظ أننا عندما نقول Je fais du théâtre. أنا أمثل المسرح. استخدمنا في الإثبات du, ولكن عندما نفينا الجملة تحولت أداة التجزئة إلى de فأصبحت Je ne fais pas de théâtre. أنا لا أمارس المسرح أي لا أمثل مسرح. المثال الثاني Je fais de la natation. أنا أمارس السباحة. تحولت أداة التجزئة de la إلى de بعد النفي. في هذا المثال الذي يتحدث عن EPS وهي الرياضة أو التربية البدنية وهي اختصار للكلمات Education Physique et Sportive أي التربية البدنية والرياضية. استخدمنا de الأبوستغوف وعند النفي تحولت إلى de أبوستغوف. في الجمع عندما نقول des activités أنشطة نستخدم دي في الإثبات وفي النفي دي أبوستغوف. أعزائي ذكرنا منذ قليل أننا مع verb faire يجب استخدام أداة التجزئة المناسبة أمام النشاط الرياضي, ولكن إذا كانت الجملة منفية فإننا نستبدل كل أدوات التجزئة بحرف الجر de. ناخد مثال Je ne fais pas أنا لا أمارس المفروض هنا أقول دي دلتا بلان الطيران الشراعي, ولكن بما أن الجملة منفية فأنا هحذف دي وأستبدلها بدو لتصبح الجملة الصحيحة Je ne fais pas de دلتا بلان أنا لا أمارس الطيران الشراعي. لكن عزيزي الطالب مع هذه الأفعال إيمي بغيفيغي أدوغي ديتستي عندما تكون الجملة منفية تبقى أداة التجزئة كما هي دون تغيير بالرغم أننا نفينا الجملة لأننا هنا ننفي verb إيمي وليس فاغ. إذن كل أدوات التجزئة بعد verb فاغ تتحول إلى دو مع النفي إلا مع هذه الأفعال تبقى أدوات التجزئة كما هي رغم وجود النفي. أعزائي لكي نعبر عن النشاط الرياضي une activité sportive نستخدم verb آخر وهو verb jouer يلعب. jouer فعل مجموعة أولى بمعنى يلعب
ويأتي بعده لعبة. ولكن قبل أن نذكر اللعبة لابد أن نستخدم واحد من هذه الأدوات المركبة. أو أمام اللعبة المذكر، أ لا أمام اللعبة المؤنث، أ الأبوستغاف أمام اللعبة التي تبدأ بحرف متحرك، وأو أمام اللعبة الجمع. لكن عزيزي الطالب لاحظ أننا نستخدم فيرب جوي مع الألعاب أو الرياضات التي نلعب بها عن طريق بالون كرة كبيرة، إن بال كرة صغيرة، بول كرة حديدية، فولون أو كرة بادمينتون أي كرة الريشة. إذن هذه الأدوات نستخدمها في جمل مع فيرب جوي يلعب. إكزامبل، ناخد الأمثلة التالية. إل جو أو باسكت، تلعب كرة السلة. إل جو أ لا بيتونك، يلعب الكرة الحديدية. تيجو أو كارت، تلعب كوتشينة أو بالكوتشينة. عزيزي الطالب، ماذا يحدث إذا نفينا الجملة التي تحتوي على فيرب جوي؟ لا يحدث شيء، ننفي الفيرب ولا يتأثر فيرب جوي بالنفي، فتبقى الأداة المركبة كما هي سواء إثبات أو نفي. Je ne joue pas au football، أنا لا ألعب كرة القدم. عزيزي المشاهد، ما الفرق بين جوي أ يلعب ب أو جوي دو يعزف على؟ نستخدم مع فعل جوي إذا أردنا أن نتحدث عن رياضة أو لعبة حروف الجر المركبة ألا، أل أبوستغف، أو أو أو. هنا هذه الأدوات مع الرياضة أو اللعبة فقط. أما إذا أردنا أن نتحدث عن آلة موسيقية instrument، فإننا نستخدم مع فعل جوي شيء آخر وهو أدوات التجزئة. إذن أداة التجزئة نستخدمها مع verb جوي إذا أردنا التحدث عن instrument، آلة موسيقية. دي مذكر، تولا مؤنث، دو الأبوستغف أمام حرف متحرك، ودي للجمع. ناخد أمثلة. Je joue du piano، أنا ألعب على بيانو البيانو. Vous jouez de la clarinette، على آلة كلارينيت. On joue de l'harmonica، نعزف على آلة الهارمونيكا. لاحظ أننا استخدمنا أداة التجزئة المناسبة أمام كل instrument، آلة موسيقية. أعزائي، pour les sports collectifs، بالنسبة للألعاب الجماعية، من الممكن أن نستخدم أحد الفعلين faire يمارس أو jouer يلعب. تعالوا ناخد الأمثلة التالية. Ils jouent au rugby، يلعبوا الرجبي. Ils font du rugby، يمارسوا الرجبي. لاحظ أننا استخدمنا فعلين مختلفين لرياضة واحدة وهي رياضة جماعية. أما بالنسبة للرياضات individual الفردية، هذه القاعدة غير ممكنة، أي أننا نستخدم verb faire فقط للألعاب الفردية individual. مثال: il fait du karaté، يمارس الكاراتيه. لكن لا أستطيع أن أقول il joue au karaté، يلعب كاراتيه، لأن جو هنا لا نستخدمها مع الألعاب individual الفردية، بل نستخدم verb faire يمارس. بفكركم بلي contraction، الأدوات المركبة من حرف الجر دو، ف دو أمام أداة المعرفة المفرد المذكر تتحول إلى دي، حرف الجر أ أمام المفرد المذكر يتحول إلى أو، حرف الجر دو أمام الجمع يتحول إلى دي، حرف الجر أ أمام الجمع يتحول إلى أو. هذه هي الأدوات المركبة التي ذكرناها مع الرياضات والألعاب. تعالوا نذكر هذه الأمثلة. Il fait de la boxe، يمارس الملاكمة. طبعا la boxe ليست لعبة،
إنها رياضة ولذلك استخدمنا معها verb faire. Il fait de l'escrime. يمارس رياضة الشيش. هذه ليست لعبة. Il fait de la gymnastique. يمارس أو تمارس رياضة الجمباز. Il fait de la danse. تمارس رياضة الرقص. لاحظ أن هذه ليست ألعاب ولكنها رياضات ولذا استخدمنا معها verb faire. Il joue au football. Il joue au baseball. Il joue au hockey. Il joue à la pelote basque. وهي لعبة نستخدم فيها المضرب وكرة صغيرة. لاحظ أن هذه هي ألعاب ولذلك استخدمنا معها verb jouer يلعب ولم نستخدم verb faire يمارس. أعزائي استخدمنا verb faire و jouer للتعبير عن activity sportive النشاط الرياضي. الآن جاء دور نوع آخر من الأفعال نستخدمها لكي نعبر عن النشاط الرياضي. هذه الأفعال هي pratiquer يمارس, aimer يحب, préférer يفضل, adorer يعشق. هذه الأفعال يأتي بعدها الرياضة ولكن قبل الرياضة يجب أن نستخدم محدد كأدوات معرفة أو أداة نكرة أو صفة إشارة أو صفة ملكية أي نستخدم محدد قبل الرياضة. عندما أسألك quel sport tu pratiques أي رياضة أنت تمارس هقول لك je pratique le golf أنا أمارس رياضة الجولف. استخدمنا هنا أداة معرفة قبل الرياضة. j'adore أنا أمارس le football كرة القدم. استخدمنا أداة المعرفة le قبل le football. Je pratique أنا أمارس ممكن أقول le yoga رياضة اليوغا, le hand رياضة كرة اليد أو le hockey رياضة الهوكي. لاحظ أننا نستخدم نفس الأداة وهي le ولم نستخدم الأبوستغف لأن هذه الكلمات نعتبر الحروف الأوائل منها حروف ساكنة وليست متحركة. Je pratique le yoga. Je pratique le hand. Je pratique le hockey. أعزائي المشاهدين تعالوا نتكلم عن l'interrogation الاستفهام في اللغة الفرنسية الخاص بالدرس الأول. السؤال quel sport fais-tu؟ أي رياضة أنت تمارسها؟ استخدمنا كلمة quel بمعنى ما أو أي للمفرد المذكر لأنها تسأل عن كلمة مفرد مذكر. قدمنا الفعل على الفاعل ووضعنا بينهما شرطة. سؤال آخر tu fais quoi comme sport؟ أنت تمارس أي شيء كرياضة؟ كلمة quoi هي بمعنى ماذا ونستخدمها حرة في الجملة في بداية أو في آخر الجملة. quel sport أي رياضة il هو أو elle pratique يمارسها. à quoi il elle joue بأي شيء هو أو هي تلعب. يبقى إذن عندنا quel و quoi استخدمنا هنا هذين الكلمتين لكي نسأل عن الرياضة التي تمارسها. لاحظ إذا استخدمنا كوا في بداية الجملة يجب أن يأتي قبلها حرف جر مثل أ أكوا بأي شيء إل أو إل جو وتكون الإجابة إل جو أو فوتبول هو يلعب كرة القدم. إن باسكيتوز أي لاعبة كرة السلة جو أو باسكت. باسكيتوز جو أو باسكت. الفي دو لا كورس هي تمارس رياضة الجري أو دي جوجينج أو رياضة الهرولة. الفي دو لا مارش يمارس رياضة المشي. سؤال آخر كيلز اكتيفيتي بروبوز لو كلوب دي سبور دو شارلوت. استخدمنا كلمة الاستفهام كيل معناها ما أو أي أنشطة وهي للجمع المؤنث أي
أنشطة يقترحها نادي الرياضة على شارلوت. Verb proposé يقترح على. Le club propose. النادي يقترح à على شارلوت de pratiquer أن تمارس le hand كرة اليد أو le tennis كرة التنس. Verb proposé يأتي معه حرفي جر. à بالإضافة إلى اسم و de بالإضافة إلى فعل في المصدر. نستخدم سؤال آخر للسؤال عما نستخدمه لممارسة الرياضة. هقول quels équipements أي معدات tu utilises تستخدمها pour faire du tennis لكي تمارس التنس. أو ممكن أقول quels objets أي أشياء. De quoi tu as besoin أنت في حاجة إلى أي شيء pour jouer au foot لكي تمارس كرة القدم. De quoi tu as besoin. De quoi يعني إلى أي شيء و avoir besoin هنا معناها في حاجة إلى. في الإجابة هستخدم il faut يلزم j'utilise أستخدم j'ai besoin de أنا في حاجة إلى. ولكن لاحظ أننا إذا استخدمنا de هنا لا يتغير شكلها إلا إذا أضفنا أبوستروف فقط. أنا في حاجة إلى شورت il faut un short j'utilise un maillot j'ai besoin de survêtements j'utilise t-shirt il faut des baskets أي حذاء الرياضة il faut un pal une pal يلزم كرة صغيرة J'utilise un ballon, يلزم كرة كبيرة. J'ai besoin de, أنا في حاجة إلى panier, panier أي سلة. J'utilise, أنا أستخدم un filet شبكة أو une raquette أو des raquettes مضارب. أعزائي تعالوا نتعرف على الأفعال الآتية. Elle lance le ballon, هي ترمي الكرة. Lance. Il attrape le ballon. إنه يلتقط الكرة. Verbe lancer يرمي. Verbe attraper يلتقط. وهي أفعال مجموعة أولى. Il court. إنهم يجروا. استخدمنا هنا verbe courir وهو فعل مجموعة ثالثة بمعنى يجري. Il saute. إنه يقفز. Verbe sauter مجموعة أولى. Il nage. إنه يسبح. Il s'entraîne. إنهم يتدربوا. وده فعل s'entraîner بمعنى يتدرب. وفي فرق بينه وبين entraîner أي يدرب. إذا كان فعل ضميري بمعنى يتدرب. أما إذا كان فعل عادي وليس ضميري بمعنى يدرب. Il s'entraîne. إنهم يتدربوا. Il monte. إنهم يصعدوا. وهو فعل مجموعة أولى. Verbe monter. Il descend. إنهم ينزلوا. وهو فعل مجموعة تالتة. Descendre. تعالوا نتعرف على تصريفه. هقول. Je descends. Tu descends. نفس التصريف. Il descend. Nous descendons, vous descendez, ils descendent. فعل descendre, ينزل أو يهبط. Il gagne, إنه يكسب. Il perd, إنه يخسر. فعل perdre بمعنى يخسر. تعالوا نتعرف على تصريف verb perdre. Je perds, tu perds. Il perd نفس النطق في المفرد. Nous perdons, vous perdez, ils perdent. أعزائي سعدت بكم خلال هذا الدرس وأرجو أن تكون قد استفدتم. أرجو متابعة الدرس في موقعنا موقع تعلم اللغة الفرنسية وذلك لكي تتعرف على معلومات أكثر وأرجو تنزيل تطبيقنا التالي
امتحانات لغة فرنسية التي أعرض فيها كل الأسئلة المتاحة التي نتناول فيها كل أجزاء الدرس لكي تتدرب وتفهم جيدا محتوى الدرس. شكرا لكم و au revoir.